عن حكم الاخذ من اللحيه وافتيتم بتحريم ذلك لكن بعض الاخوه تواصلوا معنا بعد الحلقه وقال لنا بان هناك احد الدعاه المشاهير تناقلت مقاطعه بعض وسائل الاعلام كان يجيز فيها الاخذ من اللحيه بحجه ان الصحابه كما اختلفوا في طريقه الاخذ من الشارب كذلك يفهم منه الاختلاف في مفهوم الاخذ من اللحيه وايضا بحجه ان ابن عمر كان ياخذ من لحيته ولم ينقل انكار الصحابه وواصل الى ان المعتبر في الاعفاء هو ابقاء الاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا الدليل من القرآن، وهذا الدليل من الأثر يوضح توضيحا كاملا بينا أنه لا عبرة بقول أحد كائنا من كان إذا خالف قولا وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله الله. وهذه المسألة وهي مسألة اللحية ومسألة الأخذ منها ينظر فيها إلى النص القولي والفعلي منه عليه الصلاة والسلام وقبل هذا ننظر إلى ان هذه اللحية هي من سنن المرسلين ولذا قال هارون لموسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فدل هذا على أنه إذا أخذ بلحيته دل على انه قد اعفاها وتركها على ما هي عليه وهي سنه من سنن المرسلين بل ثبت في الصحيح انها من سنن الفطره يعني لو لم ياتي دليل ينص على وجوب اعفاء اللحيه لكان مقتضى الفطره داعيا الى ان يترك المسلم لحيته على ما هي عليه. نأتي إلى النص القولي منه عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحاح وفي السنن أنه قال وفروا اللحى وقال وفوا اللحى كما في رواية أخرى وقال أعفوا اللحى وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام أرخوا اللحى وفي رواية خامسة قال أرجئوا اللحى فكل هذه العبارات تدل على الترك والتوفير فإذا كانت هذه الروايات كلها تدل على التوفير والإبقاء فإنه لا يمكن أن يقال بحال من الأحوال أنه متى ما أبقى الأصل أنه يكون موفرا وموفيا ومعفيا للحيته تصور لو أنه قصرها بالمكينة برقم واحد لا. هذا يسمى حلقا أم يسمى تقصيرا يسمى تقصيرا فإذا نظرنا إلى هذه الحال من أنه قصر بالمكينة برقم واحد لا يمكن أن يقول قائل ولا يمكن أن يثبت عاقل من أن هذا موفر للحيته على مقتضى ما جاءت به الأدلة الأخرى صحيح. ثم نحن ننظر إلى أن الأمر بتوفير اللحى اتت معه جملة أخرى وهي أنهكوا اللحى وفي رواية أنهكوا الشوارب وفي رواية جزوا الشوارب وفي رواية أحفوا الشوارب فهذه الجملة جمعت مع الجملة الأخرى التي أمرت بالتوفير فدل على أن شأن الشارب أنه يؤخذ منه وأن شأن اللحية أن أن تترك على ما هي عليه. ثم لو نظرنا إلى وجه آخر وهو أن النص الفعلي منه عليه الصلاة والسلام بين هذا التوفير وهذا الإعفاء. هو عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري كان كثير اللحية وفي رواية كان عظيم اللحية وفي رواية كان كث اللحية. ففعله عليه الصلاة والسلام يبين ما صدر منه عليه الصلاة والسلام من قول ثم انه لا يمكن ان يقال من ان الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في مقياس وفي ضابط التقصير من الشوارب لا يمكن ان يقال لا يمكن ان يقال هذا يقاس على اللحيه او ان اللحيه تقاس عليه بمعنى انه كما ان الامر ورد بترك اللحى للانسان ان ياخذ منها ما يشاء كما ان له ان ياخذ من شاربه ما شاء قل ام كثر. لا يمكن أن يقال بهذا لماذا؟ لأن الشارب ورد فيه روايات أنهكوا أحفوا جزوا وفي رواية قال قصوا فجعل الأمر إلينا جعل الأمر إلينا مخيرا في قضية الشارب إما أن نقص ولو ما تيسر وإما أن نجز أو أن ننهك وأن نبالغ في ذلك، فهذا أمر الشارب، لكن اللحية لم يرد فيها قصروا، كل الأدلة والروايات التي أتت وفروا، وفوا، أرخوا يعني اتركوا، وأرجئوا، كل هذه تدل على التوفير والإبقاء يعني إبقاء اللحية على ما هي عليه. وإن كان أحد إن... المشاهير ولو كان لأن العبرة إنما هي بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بقول زيد ولا بقول عبيد ولا بقول فلان ولا بقول علان هؤلاء مشاهير أو علماء أو طلاب علم أو دعاة إنما هم لحم وعظم يعني لا ينظر إليهم بهذا الاعتبار لذاته لا وإنما ينظر إليه بما صدر منه مما يوافق الشرع فإن كان مقبولا فإن كان موافقا للشرع فيقبل، وإن كان مخالفا للشرع فيرفض. ناتي إلى قضية ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت عند البخاري أنه إذا كان في نسك حج أو عمرة مسك بلحيته بقبضته وأخذ ما زاد منها، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولا يخال ولا يخالف اجتهاده ما جاء به النص القولي والفعلي منه عليه الصلاه والسلام لانه لو قيل ان ابن عمر لم ينكر عليه نقول اذا ابن عمر له اجتهادات اخرى من بينها انه كان رضي الله عنه يغسل عينيه من الجنابه فلم ينقل انه انكر عليه هل يقال ان غسل عينيه اذا اغتسل للجنابه ان فعله صواب ليس بصواب خالف النص اجتهد وهو ماجور في اجتهاده ان اصاب فله اجر وان اخطا فله اجر واحد كان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع اثار النبي عليه الصلاه والسلام فاذا مر رضي الله عنه بموطن مر به النبي عليه الصلاه والسلام وقف فيه وفعل مثل ما فعل عليه الصلاه والسلام هذا اجتهاد منه رضي الله عنه فنحن كما اسلفنا قول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر ثم ان ابن عمر رضي الله عنهما ولو كان راويا الحديث فالعبره كما هي القاعده عند اهل العلم العبره بما روى الراوي لا بما راى لما لان ابن عمر رضي الله عنهما لم يروي حديث إعفاء اللحية وحده روى هذا الحديث أبو أمامة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسن البيهقي بإسناد حسن ومع ذلك لم يؤثر عنه رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من لحيته ثم هناك حديث إضافة إلى ما سبق وهي أدلة كافية هناك حديث يفصل في الموضوع لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقصير الشوارب وبإعفاء اللحى من أجل ماذا؟ من أجل أن نخالف أهل الكتاب وفي رواية خالف المجوس وفي رواية خالف الأعاج إذا لو سألنا هؤلاء الذين يجيزون الأخذ من اللحية. الذين, يجي... الذين يحرمون هم يحرمون حلق اللحية ولكنهم يجيزون الأخذ منها من لو سألناهم لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق اللحى لقال إن في ذلك تشبها بالأعاجم أو باليهود نقول ايضا ورد النص في مسند الامام احمد من حديث ابي امامه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خالق اليهود يوفرون سبالاتهم ويقصون عثانينهم يوفرون سبالاتهم عن يعني الشوارب يوفرونها ويقصون عثانينهم جاء النص بالقص فامر عليه الصلاه والسلام بمخالفتهم فدل على ان هؤلاء الذين هم المشركون من أهل الكتاب أو المجوس أو الأعاجم منهم من يحلق ومنهم من يقصر فنهانا الشرع من أن نتشبه بهؤلاء لا بحلق ولا بتقصير ثم إنه مما يلحظ أن من يأخذ من لحيته ونحن لا نقول هي الفيصل لا لكنه من الواجبات اللحية من الواجبات الشرعية ولا يجوز أن يأخذ الإنسان كما يجب عليك أن تكرم ضيفك أن تكرم جارك أن تصل رحمك كذلك يجب عليك أن تعفي لحيتك وأن تتركها على ما هي عليه وليس معنى ذلك أن هي الفيصل وأنها هي, وأن هي الفارقة بين المسلم والكافر لا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري لما أتي برجل يشرب الخمر فلعنه بعض الصحابة فقال لا تلعن أما علمت أنه يحب الله ورسوله فقد يفعل المنكر ولكن قلبه مليء بمحبة الله عز وجل لكن لا يعني هذا أن هذا الأمر يجوز سواء قال به فلان أو علان ثم أن نحن لو نظرنا إلى علمائنا السابقين ممن رحلوا عن هذه الدنيا أمثال الشيخ باز وابن عثيمين وابن جبرين لا يرون هذا هذا أمر أحدث في هذا العصر ولو نظرنا إلى آراء علمائنا في هذا العصر الذين هم أحياء لو وجدنا أن رأيهم أنه لا يجوز أخذ شيء من اللحية فليتق العبد ربه عز وجل ولا ينظر إلى فتوى فلان او فلان لان بعض الفتاوى قد تصادف هوا وشهوه في قلب الانسان صحيح. ولذلك من ياخذ شيئا من لحيته يستمر به الحال الى ان ياخذ منها شيئا فشيئا ونحن راينا امثال هؤلاء حتى حلقوها ثم اتوا الى الثياب واسبلوها ثم راينا التقصير في واجبات اخرى من التاخر عن الصلاه بس وما شابه ذلك فالمسلم عليه ان يحذر وليعلم انه سيقابل رب العالمين ثم يا اخي لو لم يرد دليل لو لم يرد دليل يأمر بذلك لكان مقتضى فعله عليه الصلاة والسلام بإعفاء لحيته وبتركه عليه الصلاة والسلام لها على ما هي عليه الخير كله نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق